سهلا فيكم بقناتي أماني هوجة. اليوم بحد الفيديو رح نحكي عن منهاج الأدبيات الجديد. طبعا هذا الفيديو بخص طلاب التاسع وصف العاشر بالذات. طيب أول شيء رح نبدأ مع طلاب صف التاسع ورح نحكي عن كتاب الأدبيات اللي تم إصداره من قبل الوزارة واللي هو كتاب موحد. هلأ كل الطلاب أكيد شافوا المنهاج الجديد وحسوا إنه شو بدنا نعمل، هذا المنهاج الجديد على ماذا يحتوي، كيف رح تكون طريقة الأسئلة، شو الهدف منه. أول شيء بالنسبة للمنهاج الجديد هو خليط من المنهاج القديم ولكن بطريقة تحليلية أكثر. يعني مثلا أنا عاطيني بالأول شيء الكتاب مقسم لأربعة تمة، يعني الربع خلينا نقول أقسام، غير المنهاج القديم اللي هو وحدة أولى وتانية وتالتة ورابعة. طيب جاي مثلا بالتمة الأولى اللي هي سجون إنجيلية، مثلا حاطت لي شير، هلأ هو مثلا بيحط لي شعره بيحط لي تحته أسئلة. طيب الكتاب عبارة عن إتكنليك، عبارة عن نشاطات رح يقوم فيها الطلاب مع الأستاذ بقلب المدرسة لحتى يتدربوا على كيفية تحليل النصوص، سواء كانت شعر سواء كانت حكاية سواء كانت رواية. ولكن لما أنا رح يطلب مني، لما رح يجيب لي شعر ويطلب مني أني مثلا أقول شو الأدبي صناعات اللي موجودة بهذا الشعر، طيب أنا كيف بدي أعرف الأدبي صناعات طالعها من الشعر إذا أنا هذا الدرس ما لي دارسه؟ أنا كيف مثلا بدي أحكي عن خصائص الدنمة إذا أنا أصلا ما لي دارس خصائص الدنمة؟ وهكذا. يعني مثلا رح نشوف مثال هون، أبي أي مثال ممكن نشوفه. عنا بكتابنا عندي هون درس إيد شلشمة، حاطط لك الديزيلار وحاطط لك الأدبي صناطلار. طيب أنا الطالب طبعا مجبور الأستاذ يشرح هاي الفقرة، فقرة الأدبي صناطلار، هلا هي ما موجودة بالكتاب، لكن أنا إذا الأستاذ ما شرح ليها فأنا أي شعر رح يجيني ما رح أقدر طالع الأدبي صناطلار. بالإضافة مثلا هون عندي السؤال، أدبي صناطن دي زيلر كطي أنلام زنجلي، طب أنا إذا ما بعرف شو يعني أدبي صناطلار فأنا كيف بدي أعرف شو الشيء اللي ضافته على معاني الكلمات مثلا؟ فبالتالي لازم أنا أكون أعرف هاي المواضيع. فخلونا نشوف شيء تاني، مثلا عندي أنا بهذا السؤال الرابع، أكدونوز متن دي جيشان دوشنجي جيليشترمة يولارين بولونوز بنارن متن أولان كات قصني يزنز. طيب أنا الطالب بده يطالع الدوشنجي جيليشترمة يولاري، طب أنا كطالب إذا أنا ما بعرف الدوشنجي جيليشترمة يولاري كيف بدي طالعهم من النص؟ فإجباري هدول المواضيع كلهم الدوشنجي جيليشترمة يولاري، أدبي صناطلار، اشتهيكاية تورلري، فلان فلان، هدول كلياتهم من المنهاج القديم لكن كانوا موجودين بالكتاب بشكل واضح، هلا شالوهم وحطوا إتكنليك كلار عليهم. طيب أنا كيف بدي أعمل الإتكنليك إذا أنا ما بعرف القاعدة؟ فهون بيجي دور الأستاذ، أول شيء لازم يكون شارح لي شو يعني دوشنجي جيليشترمة يولاري، يعني مثلا قرأ السؤال الأستاذ هلأ صار دور إنه يشرح لي شو هن، بعد ما يشرح لي شو هن بيقدر يطلب مني إني طالعهم من النص. فلذلك المنهاج الجديد نعم هو كله نشاطات، هو كله أسئلة نصوص وسؤال شعر وسؤال، لكن السؤال خلينا نقول 70% من الكتاب الأسئلة تعتمد على معلوماتنا النظرية أو العلمية اللي كانت موجودة بالمنهاج السابق، تمام؟ فلذلك ما نخاف من المنهاج، نحاول إنه نحن نركز على الشغلات اللي عم يعطينا إياها الأستاذ بالمدرسة، وطبعاً أنا رح حاول إني ساعدكم بتنزيل شرح بعض المواضيع. طيب هلأ الطالب اللي عم يستخدم قناة اليوتيوب بالنسبة لطالب التاسع أو العاشر، وقت اللي بتاخد موضوع بالمدرسة مثل هذا السؤال اللي قبل شوي، دوشنجي جيليشترمة يولاري، طب شو هو دوشنجي جيليشترمة يولاري؟ بتفوت على قناة اليوتيوب حتلاقي الموضوع، حتدرسه، حتفهمه، حتحل السؤال. فمنحاول نكون دارسين قبل الموضوع قبل ما نروح على المدرسة لحتى نسبق على المدرسة ونقدر نشارك بالدرس. طيب
هلا في عندي خبر صغير حلو بالنسبة لطلاب صف التاسع والعاشر. مثل ما بتعرفوا أنا عندي إصدارات لكتابي، منهاج كتاب الأدبيات لصف التاسع والعاشر. هلا صف العاشر هذا القسم بهمكن، أنتم منهاجكم ما تغير، منهاجكم مثل ما هو، رح تبقوا عليه المنهاج القديم ورح تمتحنوا بنفس المنهاج القديم، لذلك فيكن تستفادوا من ملخص كتاب الأدبيات اللي أنا أصدرته لصف العاشر اللي هو باللغة التركية واللغة العربية، بالإضافة إلى أنه فيه أسئلة تدريبات على المواضيع. رح ورجيكم مثال على مثل ما شايفين هون كتاب صف العاشر، عنا الوحدة الأولى جريش، هيكاية، شير، رومان، تياترو، كيزيز، وآخر قسم حطيت لكم جمعت لكم كل القواعد اللي موجودة عندكم. طبعا ورا كل قسم في عنا أسئلة تدريبات على الموضوع، مثلا برينجي يونيتي، العلاقة بين التاريخ والأدبيات مشروحة عندكم، العلاقة بين الدين والأدبيات مشروحة عندكم، أنادو ناملري، الأدب التركي، العصور التاريخية لإله، تطور اللغة التركية إلى آخره. بنهاية الوحدة رح تلاقوا بوشلوك تولدرما صح وخطأ بالإضافة إلى تيست. طيب هاي الأونيتي لار بعد ما تخلص رح تلاقوا بآخر الأونيتي في عندي قسم اسمه يزار لار، رح ورجيكم هي. هذا القسم موجود فيه جميع الأدباء اللي موجودين بكتابكم صف العاشر. شو دليل بالجسي الكولراك؟ هون عندي المواضيع، القواعد، نقطة لمع، إشارة لري، في لمسيلار إلى آخره. وطبعا بنهاية المواضيع رح تشوفوا تيست كرشك، يعني فيه أسئلة عن جميع القواعد. طيب بعد هذا القسم رح تشوفوا قسم اليازارلار. اليازارلار كل أديب والأثار تبعه، حتى نقدر نجاوب على سؤال إنه بجيب لك بيحكي لك عن كاتب وبيقول لك مين هو هذا الكاتب، فأنت شو رح تعمل؟ بكفيك تحفظ الأثار تبع الكاتب، لأنه هو بالنص رح يجيب لك إنه من ضمن آثاره كذا وكذا وكذا. فأنا بدل ما أحفظ قصة حياته كلياتها خلص بكفيني أحفظ الكتب تبعه. طبعا جميع الأدباء اللي موجودين بكتابكم موجودين هون، بالإضافة إلى نهاية الوحدة في عنا أسئلة عن الأدباء. فطلاب صف العاشر فيكم تحصلوا على كتاب ملخص الأدبيات باللغة التركية والعربية من خلال التواصل معي عبر قناة، عبر رقم الواتساب. طيب نجي لطلاب صف التاسع. طيب أنت عندك إصدار صف التاسع اللي هو منهاج السنة الماضية، مثل ما قلت لكم منهاجنا الجديد هو خليط من هي السنة والسنة الماضية، ففيه معلومات من السنة الماضية. فأنا إذا الأستاذ ما شرح لي بالمدرسة هون مشكلة، فأنا بدي مصدر يساعدني على أني أفهم القاعدة. مثلا بالوحدة الأولى عندكم بكتابكم الجديد عندكم شيء اسمه العلاقة بين الأدبيات والجزاء صناطلار أو بليملار مع العلوم، فنحن عنا بهذا الكتاب مثل ما شايفين نفس الفقرة أدبيات بليملة إلشكيسي مشروحة حتى بالعربي، فبالتالي فيكن تفهموا شو العلاقة بدون ما يشرح لكم الأستاذ. أدبيات جزاء صناطلار لا إلشكيسي كمان موجودة عنا، الفرق بين النصوص الأدبية والتعليمية هذا الشيء موجود بكتابكم الجديد ولكن على شكل نشاط وليس معلومات مترتبة هيك. مثل ما قلت لكم أنا إذا ما عرفت المعلومة فأنا بالتالي النشاط ما رح أقدر حله. نجي مثلا قبل شوي وقت كان عنا طبعا هون عنا كل وحدة ووراها في عليها تدريبات. طيب نجي منشوف السؤال قبل شوي ورجيتكم اياه بكتابكم الجديد اللي هو الشعر، وطلب منك الادبي صناطلار، طالع الادبي صناطلار فيه بملخص كتاب الادبيات اللي انا مصدرته. في عنا هي الفقره موجوده بوحده الشعر رح فرجيكم اياها. مثلا أنا هون عندي الأدبي صناطلار مشروحة، شو هو التشبيه، شو هو الاستعارة، شو هو الكارشلاشترما، الزطلق، شو هو مجاز مرسل، فكلهم مشروحين ومعطي عليهم أمثلة. فبالتالي كتاب الأدبيات اللي هو مترجم
من اللغة التركية للعربية ملخص خلينا نقول عن الشغلات والقواعد المهمة. طبعا الكتاب كمان بآخر قسم في عنا قسم القواعد اللي حتاخدوه كمان بالمدرسة بالمنهاج الجديد. فهذا الكتاب هو مصدر جانبي بيساعدكم على انكم تفهموا نشاطات الكتاب الجديد. فيكم كمان تحصلوا عليه عن طريق التواصل معي على الواتساب. الخبر الثاني الحلو بالنسبة للطلاب صف التاسع والعاشر، بمناسبة دخولنا على المدرسة وبمناسبة تغيير المنهاج، فكتاب ملخص الأدبيات لطلاب صف التاسع والعاشر، الكتاب مثل ما قلنا مترجم باللغة التركية والعربية، فيكم تحصلوا عليه عن طريق الواتساب بسعر فقط 120 ليرة، 120 ليرة تركية. فإذا بتمنى يكون وضحت عندكم الصورة للمنهاج الجديد. بتمنى لكم كل التوفيق. كان ديني زي بكم واشتكلن.